عندي مفاجأة كبيرة جدا جدا يا نهوان في موضوع الحكام بتلعب كام مباراة في الشهر؟ ودي نقطة مهمة جدا. يعني هل تتخيلي النهارده حضرتك يعني من غير المعقول أبدا أبدا إن الحكم يلعب مباراة كل 60 يوم أو 50 يوم؟ دي مشكلة كبيرة. يعني قلنا دايما الحكم زي اللاعب. النهارده لو أنا النهارده بلعب كل مباراة بعد 50 يوم أو 40 يوم، طب انا ازاي النهارده هجيب اللياقه بتاعتي؟ لابد من، انا بقول اهو رساله لفيتور بريل، لابد ان لجنه الحكام تبحث ازاي ان الحكام دي، ما ينفعش انا اقعد 50 يوم العب مباراه كل 50 يوم ازاي ومطلوب مني. يعني ده بيأثر بالسلب على لياقتهم التحكيميه انجاز التعبير. اكيد 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 جدا. انا النهارده زي اللاعب النهارده، ما ينفعش اللاعب النهارده يلعب مباراه ايضا كل 60 يوم يا كابتن كريم. هنا لابد ان لجنه الحكام تبحث عن الحلول، لان النهارده في لياقه المباريات للحكام، اللياقه البدنيه واللياقه الذهنيه. ماشي كابتن ناصر، هو ده راجع لايه برضه؟ هل ده راجع لعدم الاختيار، راجع لعدم الثقه؟ يعني فكره عدم مشاركه الحكام المصريين في العديد من المباريات والجاب الموجود ده برضه راجع لايه بالظبط؟ هقول لحضرتك بالتفصيل ايه اللي حصل يا نهوان. هو النهارده الراجل عمل تصنيف للحكام. يعني ايه تصنيف الحكام؟ هو اختار تقريبا 36 حكم ليه ان هم يديروا الدوري الممتاز. طيب 36 حكم، احنا عندنا 9 مباريات بيتلعبوا في الاسبوع، عشان يلف الدور على 36 حكم هتلاقي كل واحد النهارده لاعب مباراه او اثنين او ثلاثه بالكثير ان هم الدوليين. ولكن انا النهارده شايف من اول ما بدانا الجوله الاولى كانت في شهر 9، احنا النهارده في شهر 11، في حكم لعب او حكام لعبت مباراه واحده. تخيلي من شهر 9 لشهر 11 شهرين حكم لعب مباراه ما لعبش الثانيه. ليه؟ نتيجه ان هو مدي تعليمات ان الحكام في الدوري الممتاز ما تلعبش اي مسابقه ثانيه غير الدوري الممتاز. يعني ما يقدرش الحكم يلعب في دوري المحترفين، ولا يقدر يلعب في دوري الممتاز به، ولا اي بطوله يلعبها. اذا هو ما عندوش ابدا حلول غير ان الحكم يلعب في الدوري الممتاز فقط، وبالتالي هنلاقي ان الحكم بيلعب مباراه واحده كل 30 او 40 يوم. بس اعتقد النظام ده مفروض ان بيريرا يعني تحدث عن تعديله وتغييره بشكل كبير جدا، ومشاركه الحكام المصريين بشكل اكبر كمان، او تحديدا في مباريات القمه اللي كنا بنعتمد فيها على خبرات اجنبيه وخبرات عربيه في السابق يعني. فبالتالي ده ممكن شويه يغير كابتن ناصر. هو هنا هو اخر حاجه هم راحوا ليها، يعني لما اجيب لك الكواليس في نهوان، النقطه دي مهمه جدا. هو لما لقى الكلام ده فعلا، يعني احنا بنقول ده الكلام صحيح، ابتدى هيعين الحكام فين بقى؟ في بطولات الجمهوريه اللي هي مواليد 2003. يعني الحكام اللي هي زي ما قلنا بتلعب مباراه او مباراتين ديت، هيبتدي يشتغل معاهم ان هم ينزلوا يلعبوا في بطولات الجمهوريه. يعني الكلام ده كان المفروض من الاول، ما نجيش النهارده ناخد الكره. انت قلت في البدايه ان احنا مش هنخلي اي حكم فوق ينزل تحت. هو اخر حاجه وصلوا ليها لجنه الحكام ان هم هيسندوا للحكام الدوري الممتاز ان هم ينزلوا يلعبوا مباريات اللي هي بطوله الجمهوريه اللي هي تبقى 2003، عشان تبقى نوع من نوع التدريب ليهم، ما يقعدوش فتره كثيره يعني بعيد عن الساحه. بعيد عن الساحه، ده نقطه مهمه جدا. واحنا بنتكلم وانا بقول حاجه مهمه، يعني زي ما حضرتك قلت كده يا نهوان يا كريم، احنا بنطور اداء الحكام، لابد ان احنا نشتغل على نقطة ان الحكم ما يقعدش 60 يوم ما يلعبش مباراة. صحيح. آخر نقطة بقى أنا بقولها اهوت تاني بنقولها، وإحنا بنقول دايما هنا يا كريم ويا نهوان، إحنا نصائح للجنة، إحنا مع التحكيم المصري دايما بنقول إن مش هيبقى يعني ينفع أبدا إن تطوير أداء الحكام يبقى يعني فقط عن طريق برنامج زوم. يعني هو كابتن ناصر بعد اذن حضرتك، هو الى اي درجه مبدا الثواب والعقاب متحقق في حاله التحكيم؟ بمعنى ان الحكم اللي يجيد اداره مباريات يعني تتم مكافئته، والعكس الصحيح، يعني لما يكون في حد فيه تقصير، في غض طرف عن امور معينه واضحه بشكل يعني كبير جدا قدام كل الناس. يعني احنا الفتره اللي فاتت اتعرضنا، وانا هنا على فكره مش بتكلم بس عن النادي الاهلي، لان لما تنصلح الاحوال تحكيميا ده في مصلحه كل الفرق، لفكره احقاق الحق بشكل عام مش بس لصالح نادي بعينه. ف إلى أي درجة في عقوبات بتقع على بعض الحكام في حالة التقصير؟ هو بالفعل كابتن كريم، وإحنا بنقول الحق هنا، إن هو فعلا الراجل يعني بيشتغل بمبدأ الثواب والعقاب، ودي مهمة جدا.
احنا قلنا دايما هو بيقول الحكم اللي بيبقى دي اخطاء مؤثره اعتقد ده بيتم توقيفه 4 اسابيع، يعني 4 اسابيع بيتم ايقافه عن ان هو يلعب في المباريات، مش عقاب ولا حاجه، ولكن هو يعني هو بيطلب من الحكام ان هم يهتموا ويركزوا، وهو قال كده الحكم اللي هيبقى كويس هيلعب، ودي هو بيطبقها حقيقي طبعا بيطبقها بشكل كويس. شفنا حكام اتوقفت من الاسبوع الاول حتى هذه اللحظه او الاسبوع الثاني لم يديروا اي مباراه في الدوري الممتاز. ده كلام جميل، ولكن في نقطه مهمه انا بقول عليها ايه؟ النهارده هو بيعمل يعني هوان كل الاجتماعات او غالبيه اجتماعاته مع الحكام، سواء تصحيح الاخطاء في الحالات التحكيميه عن طريق زوم اللي هو ميتنج مع الحكام. لا انا بقول من فضلك التطوير الاداء التحكيمي الاهم هو ان حضرتك تنزل ميدان اللعب مع الحكام، يعني يبقى في تدريب عملي للحكام مع لجنه الحكام بتنزل تصحح الاخطاء التحكيميه. هو كابتن ناصر، مش احنا خلصنا من موضوع زوم ده؟ كان مشكله مع كلاتنبرج، وبعد كده قلنا ان بيريرا مش هيبقى عنده هذه الازمه لان العقد بتاعه بيتطلب ان هو يبقى متواجد مع الحكام هنا على الساحه، يعني مش احنا قلنا الكلام ده ولا ايه؟ احنا قلنا قبل كده نواد، وقلنا يعني هقول لك الحاجه نواد، يمكن انا مش بعيد عن التطوير التحكيمي، انا اشتغلت كتير جدا في التطوير سواء كان في الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي او الاتحاد المصري. عشان تعمل حكم كويس وتخليه يبقى واقف على رجليه، اكتر شغل بيتعمل مع الحكم هو انك انت تنزل بيه الملعب. اكيد يعني اكيد فرق كبير جدا، يعني عن ان انا اقعد من خلال زوم، يعني ما اعتقدش زوم يعني وسيله جيده ابدا، كانت ازمه حقيقيه مع كلاتنبرج اصلا. هو زي ما انا واد انت بتجيب الحاله التحكيميه بتشرحها للحكام، مثلا 40 حكم موجودين في البرنامج او في الاجتماع بتقول رايك فيها، ولكن انا النهارده النظري خلاص يا جماعه في التطوير الاداء التحكيمي، لا النهارده اكتر حاجه المفروض يعملها للحكم هو النهارده على الاقل اسبوعيا بجيب حكام الدوري الممتاز كلهم، بيبقى في ملعب، بيبقى في تدريب عملي، تدريب عملي يعني المعد البدني بيبتدي يشتغل معاهم بدني، وبعد كده بيبتدوا يشتغلوا في الحالات التحكيميه، التمركز والتوقع وقراءه اللعب. عشان ايه؟ عشان انا النهارده لما بدي الحكم توقع وقراءه وتمركز ووجوده في الحدث الاخطاء التحكيميه هتقل. ولكن زوم انا النهارده بدي له نظري، لا لابد ان يكون في نظري ويكون عملي، والعمل يكون اكتر من النظري، ده لو احنا عاوزين يبقى الاداء التحكيمي ماشي بشكل